بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده إن شاء الله هيكون المحاضرة رقم 9 من شابتر 4 Fundamentals of Material Balances من كتاب فيلدر أند روسو. المحاضرة دي هنغطي فيها الجزء الثاني من 4-7 من توبيك 4-7 اللي هو Balance on Reactive Processes. هنتكلم على البرودكت سيباريشن وريسايكل وعلى حاجة اسمها بيرجينج. والاثنين دول حقيقة ما همش كتير ولكن هم مهمين قوي، فعشان كده انا سبتهم في محاضرة وحدهم على الرغم ان المحاضرة دي هتكون صغيرة جدا، ولكن المسائل اللي موجودة على الجزء ده كتير قوي ومهمة قوي ومهم ان احنا نتدرب عليها. نبدأ بالبرودكت سيباريشن اند ريسايكل. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الريسايكل في الجزء بتاع النون رياكتيف سيستم اللي هو من غير كيميكال رياكشن، وكنا قلنا ان الريسايكل بيتعمل بالدرجة الاولى او اهم حاجة ان انا بعمل فيها ريسايكل عشان ارجع الان رياكتد رياكتنت مرة تانية للرياكتور. يعني لو انا عندي مادة بتتفاعل جوه الرياكتور، التفاعل غالبا احنا كنا اتكلمنا عن الكونفرجن مثلا 40-60%، حبة الرياكتنت اللي ما تفاعلش جوه الرياكتور دول حرام ان انا ارميهم، فانا باخدهم افصلهم وارجعهم مره تانية للرياكتور عشان استفيد منهم. فهو ده الريسايكل بتاعنا او البرودكت سيباريشن اند ريسايكل. عشان نعمل اناليسز مظبوطه للسيستم ده بنعرف حاجتين، بنعرف حاجه اسمها اوفر اول كونفرجن وحاجه اسمها سنجل باس كونفرجن. الاوفر اول كونفرجن ده اللي هو الكونفرجن بتاع البروسيس كلها، فده الانبوت بتاع البروسيس ناقص الاوتبوت بتاع البروسيس على الانبوت بتاع البروسيس. احنا قبل كده كنا معرفين الكونفرجن ان هو ان ناقص اوت على ان، وكنا مفيش حاجه بنضيف لها تعريف اكتر من كده. لا، دلوقتي الاوفر اول كونفرجن بقى الان بتاع البروسيس ناقص الاوت بتاع البروسيس على الان بتاع البروسيس، والسنجل باس كونفرجن اللي هو الكونفرجن جوه الرياكتور اللي هو الان بتاع الرياكتور ناقص الاوت بتاع الرياكتور على الان بتاع الرياكتور. خلينا نشوف اكزامبل عشان نثبت المعلومه ونشوف ايه الفرق بينهم. ده عندنا هنا عباره عن رياكتور، الرياكتور ده داخل فيه 75 مول من ماده A، بيرجع لهم ريسايكل 25 مول، يخش على الرياكتور 100 مول. ال 100 مول دول بيتفاعل منهم شويه، يطلع عندي 25 مول من A و75 مول من B. اجي ادخلهم على سيباريشن يونت يفصل لي الاي عن البي، الاي مش حرميه باخده اعمل له ريسايكل مره تانية. لو انا بتكلم على الاوفرول كونفرجن هنا هيبقى الانبوت بتاع البروسيس من الرياكتنت 75 مول من الاي ناقص الاوت بتاع البروسيس اللي هو مش موجود، مفيش عندي ايه خارج هنا اهو، فبقت 75 ناقص 0 على الان بقت 75، فبقى الاوفرول كونفرجن هنا 100%. طب لو بصينا عن الرياكتور عشان نشوف السنجل باس كونفرجن عامل ازاي، السنجل باس هو الان بتاع الرياكتور اللي هو 100 ناقص الاوت بتاع الرياكتور اللي هو من الرياكتنت اللي هو 25 على الان اللي هو 100، هنلاقي السنجل باس كونفرجن كام؟ 75%. دايما الاوفرول كونفرجن اكبر من السنجل باس كونفرجن، لكن مش دايما الاوفرول بيساوي 100. فانا دايما الاوفرول عندي اكبر من السنجل باس، لان الجزء اللي بيحصل له ريسايكل ده بيعلي الاوفرول كونفرجن، وهي دي فايده الريسايكل. انا بعمل ريسايكل عشان استفيد من الماده بتاعتي اكبر قدر ممكن. لو الرياكتور ما بيعرفش يستفيد كويس فانا باخد جزء من الان رياكتور ماتيريال وارجعها مره ثانيه للرياكتور فاستفيد من القصه دي. ان شاء الله هحل اكزامبل 4-7-2 وانزله في الديسكريبشن بتاع الفيديو عن قصه الريسايكل. اخر حاجه ان شاء الله في الجزء ده هيكون البيرجينج. البيرجينج ده بنعمله لما اكون بعمل ريسايكل ويكون عندي ماده بترجع معايا في الريسايكل والماده دي ما بعرفش اتخلص منها في الرياكتور، يعني ما بيحصل لهاش رياكشن. الماده دي ممكن تكون داخله معايا مع الفريش فيد او ممكن تكون انتجت جوه الرياكتور ولكن بتحصل لها ريسايكل مع الرياكتنت بتاعي مره ثانيه. ناخد اكزامبل بس عشان نوضح القصه دي. في الرياكشن بتاع الايثايلين مع الاكسجين عشان يديني ايثيلين اوكسايد، الرياكشن ده شفناه قبل كده، اثنين ايثايلين بيتفاعل مع واحد اكسجين عشان يديني اثنين ايثيلين اوكسايد. لو عملنا التفاعل ده مش بالاكسجين ولكن عملناه بالهواء، لو انا دخلت هواء بدل ما ادخل اكسجين مع الفريش فيد، فهيخش ايثايلين وهدخل معاه هواء بالكميه دي. الايثايلين مع الهواء هيخشوا جوه هنا اهو، هيحصل لهم شويه ريسايكل يتحطوا عليهم، يخشوا جوه الرياكتور. هيحصل ايه للايثايلين والاكسجين؟ هيقلوا داخل 150 خارج 50-25 وهينتج الايثيلين اوكسايد. وناخد بالنا من حاجه ان النيتروجين هيدخل زي ما هيخرج، مش هيحصل له حاجه جوه. هدخلهم بعد كده على برج امتصاص او ابزوربر، ادخل عليه سولفنت، السولفنت ده هياخد الايثيلين اوكسايد وينزل بيه تحت ويسيب الغازات اللي هي ايثيلين واكسجين ونيتروجين، الغازات دي هتطلع فوق. هعمل لهم ريسايكل،
يرجع الريسايكل بتاعي يتضاف عليه فريش فيد، وهكذا يفضل يلف السيستم بتاعي على طول. هيحصل ايه للنيتروجين بتاعي؟ النيتروجين بيخش كفريش فيد، يخش الرياكتور يطلع نيتروجين زي ما هو، يخش الابزوربر يطلع نيتروجين زي ما هو، يحصل له ريسايكل، كميته تزيد، يتخش له فريش فيد نيتروجين كميته تزيد، يخش له فريش فيد نيتروجين كميته تزيد، وهكذا. يفضل النيتروجين يزيد في السيستم، يزيد في السيستم، يزيد في السيستم، لغايه ما كميته تبقى كبيره قوي فيوقف السيستم بتاعي. طب اعمل ايه في القصه دي؟ ناخد من الستريم اللي انا بعمل له ريسايكل ستريم تاني اسميه بيرج، والستريم ده ارميه، احرقه بقى، اعمل بيه اي حاجه، بس المهم ان انا اطلعه بره الدايره المغلقه بتاعتي دي. فالستريم البيرج ده يطلع عندي، اخلص منه باي شكل ما. الغرض من ستريم البيرج ان انا اتخلص من الانرت بتاعي اللي هو النيتروجين. صحيح بيطلع معايا شويه رياكتنتس انا مش عايز ارميهم، ولكن غصب عني خلاص، دي ضريبه لازم اتكفل بيها او ادفعها عشان اقدر اعمل ريسايكل واقدر السيستم بتاعي يكمل. فدي القصه بتاعه البيرج بتاعي عشان امنع الاكيوميليشن بتاع النيتروجين او بتاع الماده الانرت عموما جوه السيستم بتاعي، فالسيستم بتاعي ما يبقاش كبير زياده. ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا في مسائل البيرج، ان انا دايما يكون عندي الفيد بتاع الماده الانرت هو اللي خارج في البيرج. فال 113 مول اللي داخلين هنا هو دول هم ال 113 مول اللي خارجين. الكلام ده ينطبق على الانرت دائما. طبعا لو الماده اللي انا بعمل بيرج عشانها بتطلع جوه الرياكتور الكلام ده مش هيبقى موجود، ولكن لو الماده داخله مع الفريش فيد كماده انرت، ماده خامله، فدايما ال 113 مول او الان بتاع الانرت اللي في الفيد بيساوي الان بتاع الانرت اللي موجود في البيرج ستريم. تمام، فدي بتساعدني كتير في حل المسائل. احنا كده خلصنا البيرج وخلصنا الشابتر 4، ولكن الحقيقه في نقطتين مهمين قوي انا عايز اركز عليهم عشان بس نثبت شويه مفاهيم. خلينا نبص على الاوفرول والبير باس كونفرجن او سنجل باس كونفرجن. الاوفرول كونفرجن هنا بيساوي ايه؟ الاوفرول كونفرجن لو بنتكلم على سي 2 اتش 4 فهو 60 مول دخول ناقص الخروج اللي هو 10 مول على 60 مول داخلين. تمام، فالاوفرول كونفرجن هو 60 ناقص 10 على 60. طب السنجل باس كونفرجن بيساوي كام؟ هيساوي ال 100 مول اللي داخلين الرياكتور ناقص 50 مول اللي هم خارجين من الرياكتور من الماده المتفاعله الرياكتنت مقسوم على ال 100، ف 100 ناقص 50 على 100. هنلاقي الاوفرول كونفرجن هنا حوالي 83% والسنجل باس كونفرجن هنا حوالي 50% او 50% بالظبط. دايما زي ما قلنا الاوفرول كونفرجن اكبر من السنجل باس كونفرجن، وده السبب اللي انا عشانه بعمل ريسايكل الحقيقه عشان اكبر الكونفرجن في البروسيس بتاعتي. في نقطه مهمه الحقيقه ذكرناها في المحاضره اللي فاتت في قصه الاندبندنت سبيشيز، وظهرت في الاكزامبل ده، فمهم ان انا الحقيقه اكد عليها. ناخد بالنا من الدوائر الحمراء دي. الدوائر الحمراء دي تمثل الفلوريت بتاع الرياكتنتس بتاعتي، الرياكتنتس اللي هم سي 2 اتش 4 واكسجين. هنلاقي هنا عندنا 60 مول سي 2 اتش 4 و30 مول اكسجين، هنا 150، هنا 50 و25، 50 25، 10 5، 40 20. خدنا بالنا من حاجه؟ دايما السي 2 اتش 4 دبل الاكسجين، ضعف الاكسجين، 60 30 150 50 25 40 20 10 5، فدايما بيطلع السي 2 اتش 4 دبل الاكسجين. فانا هنا في السيستم ده الاكسجين والسي 2 اتش 4 ليسوا اندبندنت سبيشيز، لا دول مرتبطين ببعض. قصه ان هم مرتبطين ببعض تذكرنا بحاجه، ان انا ما اقدرش اعد الاثنين دول كاثنين ماتيريال بالانس. الماتيريال بالانس اللي بيتعمل على الاكسجين هو الماتيريال بالانس اللي بيتعمل على الايثيلين سي 2 اتش 4 مقسوم على 2. جرب كده في الميكسر هنا اهو، هيبقى 60 زائد 40 بتساوي 100. طب اقسم على 2، 60 على 2 30 زائد 20 بتساوي 50. جرب الرياكتور هتلاقي 100 الكونفرجن 50%، ف 100 هيطلع 25. طب 50 كونفرجن 50% هيطلع 25، 100 هتطلع 50 و50 طلعت 25. السيبريتور 50 طلعت 50، 25 طلعت 25. طب السبليتر 50 طلعت 40 و10 اقسمها على 2، 25 هتطلع 20 و5. فيبقى انا عندي هنا اهو الاثنين دول مرتبطين ببعض، فلما تيجي تعد ماتيريال بالانس حضرتك خد بالك من القصه دي، لان الفريش فيد داخل بستايكومتريك ريشيو اللي هي نفس الريشيو بتاعت الرياكشن 2 الى 1، فالريشيو دي تفضل ماشيه معاك طول السيستم. يبقى انا عندي هنا واحد بس ماتيريال بالانس للرياكتنس مش اتنين،
فناخد بالنا من القصه دي، وبتظهر دايما لو انا عندي الفريش فيد داخل بالسايكوميتريك ريشيو بتاعه الرياكشن. تمام، الاكزامبل اللي موجود في الكتاب اللي هو 473 هنحله وننزله وانزله ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.